يمكن الحاجة اللي ما قالهاش الأستاذ محمود مسلم من بدري هو مين أبو بيتسو؟ طبعا من تاني يوم أو تالت يوم في البعثة المهندس عدلي قابل مستر بيتسو موسيماني. تفتكروا ليه بعد اللقاء ده بقى المهندس عدلي اسم الشهرة بتاعه بين الزملاء أعضاء الوفد الإعلامي وضيوف الفيفا أبو بيتسو؟ ليه بقى يا أبو بيتسو؟ لا هو شافني. ايوه كان معاه الجهاز. هو كان جاي للفندق ده، كان جاي الفندق، ممكن يكون كان جاي يقابل يعني رئيس الاتحاد موتسيبي الافريقي موتسيبي او حاجه يعني، او هم كانوا عاملين اجتماع للخبراء اصلاح كره حاجه زي كده يعني. انا ما قلتلوش اللي جابك الفندق طبعا. فهو شافني راح جاي فسلمت عليه. ايوه وقلت له هلو مستر بيتسو بيتسو بتاع الو ماي فادر. ايوه وأسامة حسني مسك فيها. انا بعتبرك ابويا ايوه وبشوف البرنامج ايوه وبحترم جدا الكلام اللي بيتقال طبعا احنا ياما قلنا وكده وبتاع وابتدينا نخش في الكلام فيعني قلت له بس اقول لك نصيحه بما اني يور فادر يعني قلت له حاجتين الحقيقه. اول حاجه الاهلي ما بيتفوتش في الاعلام. قال لي انا ما عنديش اي مشكله في هذا الامر ومع النادي الاهلي باذن الله هنوصل لحلول يعني. تمام. قلت له يعني كل كلمه بتتقال في الاعلام ممكن تتفسر ب 30 طريقه يعني. وده نفس الشيء انك الغموض احيانا بيبقى احسن. هتسال اسئله مش في الموضوع. مش مضطر تجاوب على كل الاسئله. بس قال لي انا بعتبرك ماي فاذر. قلت له خلاص فكر. هو كل سؤال كان بيقول لك اوكي ماي فاذر. لا هو راجل، بص انا عايز اقول لك انطباع عنه بقى. تمام. طبعا الحديث كان اطول من كده بس انا ما فيه كلام يعني بيني وبينه ما ينفعش اقول قال لي كذا وقلت له كذا ما ينفعش. صح. لكن انت قلت ملاحظات مهمه. هم دول ملاحظتين اللي كانوا يعني نفسه يوصلوا له باي طريقه يعني. انك انت هتلاقي ناس داخله تسالك اسئله هتضايقك. ما انتش مضطر تجاوب. مش مضطر تجاوب وانت متضايق خالص. ايوه. عشان كده بقول لك عجبني المؤتمر بتاعه ده. لكن انطباع عنه الراجل ده يبان وشه فيه طيبه كده وممكن تاخده بسهوله. لا هو راجل ذكي جدا، راجل عميق جدا، ما بيعملش حاجه مش عايزها. كلامه الا والغضب هو ده اللي بقول لك لا تتحدث وانت غاضب، لا تتخذ قرار وانت غاضب، احيانا الغضب يخرجك عن الطبيعه اللي متصدره للناس. فهو الراجل ده يعني البطوله دي هتوصل له حاجات كتيره جدا جدا وحقائق مهمه جدا في علاقته بالنادي الاهلي وبجماهير النادي الاهلي.